سلام، أنا رون. مقطع جديد وقصة جديدة. صلوا على النبي. يلا نبدأ قصة اليوم. للي طلبوا قصة رعب، بس هذه القصة حقيقية. عيشوا الأحداث. يلا. تقول صاحبة القصة: أنا إيلا، في عمري 14 سنة. أنا إنسانة حالها حال نفسها. عندي صاحبة أعرفها من الروضة والمدرسة، كنت أزورها وتزورني وأعرف بيتها. صاحبتي هذه نقلت من المدرسة وبقينا على تواصل بالجوالات بس. في يوم كنت في غرفتي جالسة طفشانة، دقت علي صاحبتي هذه وقالت تعالي بيتي، أنا برضو طفشانة وتري أهلي مو موجودين. في البداية رفضت، لكنها أصرت علي أكثر من مرة، وقلت لها خلاص بكلم أمي وإذا رضيت جيتك. رحت استأذنت من أمي: والله يا ماما صاحبتي تبغاني أجيها وأهلها مو موجودين وهي مسكينة طفشانة، وكلها كم ساعة إلى ما يرجعوا أهلها وأرجع البيت. وافقت أمي وقالت طيب مو مشكلة. رحت لبست عبايتي وتجهزت. وقتها ما كان لا أبويا ولا أخويا موجودين. واحد من قرايبنا يشتغل في تطبيق توصيل معروف، وإذا احتجت إني أروح مشوار أهلي مأمنينه، أتصل عليه وهو يوصلني وأمي تعطيه حساب التوصيل عند الباب. بعد ربع ساعة تقريبا كده وصل قريبنا هذا أمن، وأمي أعطته مبلغ التوصيل وموقع بيت صحبتي. وصلنا لبيتها، نزلت من السيارة ورحت أدق الباب. طبعا قريبي وصلني ومشي، لكن ما في أحد يرد علي ولا أحد يفتح الباب. بيتها بعيد عن بيتي تقريبا نص ساعة، كان تقريبا في منطقة منعزلة ما في حولها بيوت كثير. دقيت الباب بقوة لكن ما حد فتح لي. جيت أطلع الجوال من الشنطة عشان أبغى أتصل على صاحبتي، تفاجأت إن الجوال مو موجود. جلست أفتش الشنطة أدور عليه لكن ما لقيته. تذكرت إني نسيته على السرير وأنا خارجة. رجعت دقيت الباب للمرة الثالثة وأنادي بصوت عالي، أنادي على صاحبتي بس ما في أي رد. بدأت أخاف وأدق بقوة والشمس بدأت تغيب والدنيا بدأت تظلم، وصار لي أكثر من نص ساعة واقفة أدق الباب. فجأة سمعت صوت كأن أحد قاعد يغني من جوا البيت. قلت أخيرا هذه صاحبتي، شكلها دوبها تسمع وجات تشوف من اللي جالس يدق الباب. على طول رجعت أدق الباب بسرعة وأسمع أحد يقول: مين؟ قلت أنا إيلا، في بنت الناس افتح الباب، لي أكثر من نص ساعة واقفة هنا. لكن ما رد علي أحد بعدها. استغربت أنا إيش السالفة. هنا أنا خفت كثير، قلت خلاص خليني أمشي أشوف أي بيت قريب حول بيتها أحد يساعدني. مشيت ومشيت، أقسم بالله رجلي ما هي شايلتني من الخوف. المكان شبه خالي والبيوت بعيدة عن بعضها، والظلام بدأ يزيد والبيوت بدأت تختفي عن نظري. وصلت عند بيت صغير، دقيت الباب وأنا مرعوبة، ماني عارف البيت هذا مين أصحابه. فتحت لي بنت وخافت مني، قالت: مين أنت؟ بسم الله. لكنها شافتني أني أنا خايفة أصلا ومرعوبة ووجهي أصفر من الخوف. قلت لها السالفة وإني جاي البيت صاحبتي وأشرت لها على البيت. البنت وجهها أنخطف، نظرتني بنظرات توتر وخوف. قلت لها: في شيء؟ الموضوع الظاهر ما يطمن. قالت بصوت يرجف: هذا البيت له كم سنة مهجور وأصحاب البيت نقلوا المكان ثاني. تجمدت من الخوف. طب الصوت اللي كان يغني صوت مين؟ قالت: ما أدري، اللي أعرفه أن البيت ما في أحد من كم سنة. طبعا صاحبتي من نقلت من المدرسة ما عاد زرتها في بيتها، فما أعرف أنا أصلا أنها نقلت من البيت، عشان كذا جيت الموقع بيتهم القديم. المهم صاحبة البيت اللي فتحت لي الباب قالت لي: أنا لوحدي هنا واعذريني، ما أقدر لا أدخلك ولا أستقبلك، أتمنى أنك تطلع وتبعدين عن بيتي. قلت لها: ما في مكان أروح إلا طيب. قالت: ما تعرفي رقم أمك؟ قلت: لا ماني حافظة الرقم. قالت: سامحيني ما أقدر أساعدك أكثر، أتمنى أنك تطلعي. طلعت وقفلت الباب ورايا. أقسم بالله وأنا أمشي ما عاد أشوف شيء من الظلام، والمنطقة اللي أنا فيها معروفة في الليل يكونوا فيها ناس يتاجروا بالممنوعات. فجأة شفت واحد أسود أسود ظلام ما له ملامح كان جاي ناحيتي. قلت: بس هذا آخر يوم في عمري. قمت أجري بالجهة المعاكسة له، أجري وأجري وأجري، أنا ما كنت عارفة لوين أجري بس أبغى أهرب منه. فجأة ألقى قدامي عجوز، واضح أنها مرة كبيرة في السن، عمرها فوق 60. وقفت عندها، لكن لما تكلمت معايا صوتها صوت بنت شابة، صوتها صوت بنت شابة يا جماعة. قالت: إيش تسوين هنا؟ ما رديت من الرعب، قمت أتنافض. كيف صوت شابة الجسم عجوز؟ كيف؟ جيت بهرب منها، مسكتني مع يدي، قالت: تعالي معايا بيتي لما يجي الصباح، وبعدها تروحين بيت أهلك، شكلك ضايعة. قلت: لا 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 ما أبغى ما أبغى. مسكتني بقوة أكثر مع يدي وقالت: لا بتجين معايا البيت غصب عنك. وأنا من الخوف قلت: طيب خلاص فين بيتك؟ شدتني معاها ومشينا ومشينا وأنا أحس الطريق مألوف شوية، اللي أشوفها رايحة جهة بيت صحبتي القديم. هنا بس شفت البيت جلست أصرخ وأبكي، أصرخ وأبكي بكل ما أعطاني ربي من قوة، أصرخ وأصيح بأعلى صوتي لعل وعسى أحد يسمعني. ما أعرف ما أعرف إيش أسوي أو كيف أتصرف، عقلي وقف. صارت تصرخ علي وتقول لي: ادخلي البيت،
وأنا أسحب نفسي منها وأبكي وأصرخ فيها، أقول لها ما راح أدخل البيت هذا مسكون. قالت بتدخلين غصبا عنك، وسحبتني لداخل البيت، أعطتني أكل غريب، صارت تغصبني أني أكل، وأنا كنت أرفض. لما دخلت الأكل بفمي، الأكل ماله لا طعم ولا وجود، كأني أكل فراغ، يعني الشكل أكل حقيقي، لما أحطه بفمي كأني أكل فراغ، ما كان فيه شيء، كأن الأكل يختفي. بكيت وصرخت لين تعبت، خلاص انهديت، نمت مكاني ما أعرف كيف ومتى وين، توقعت إنها نهايتي وما رح أصحى مرة ثانية. لكن صحيت بآخر الليل مفجوعة وشفت العجوز نايمة جنبي، لكنها تغيرت مرة، شعرها أبيض وطويل. صرت أصرخ من جديد، ما أعرف إيش أقرأ من القرآن، إيش أدعي أو إيش أقول، كنت صغيرة. قامت العجوز من جنبي وصارت تدور حولي، تدور، وأنا غمضت عيني كذا وقاعدة أسمي، بس قاعدة أسمي وبصوت عالي قاعدة أسمي، حسيت روحي بتطلع حرفيا. جلست مغمضة عيني وأبكي إلين بدأ يطلع الفجر. فجأة العجوز اختفت من قدامي، متخيلين انها كذا تلاشت من قدامي؟ وقتها طحت واغمى علي من الرعب، صحيت وكانت الشمس قوية خلاص. قمت وخرجت الشارع ابكي واصرخ واستنجد باي احد يسمعني وامشي لعلي القى بيت يساعدني، لين وصلت بيت، دقيت باب البيت وطلع لي شاب خاف مني وصار يسأل انتي مين؟ ايش فيك كذا؟ صرت اترجاه وابكي اقوله تكفى تكفى وصلني بيتي، حزن علي ووافق يوصلني. طلعت السيارة وصار يسألني إيش صار لك وليه كذا حالك؟ ما رديت عليه، فجأة كذا تجمدت بمكاني وما رديت. صار يتكلم بصوت عالي ويقول لي كيف بوصلك طيب لو ما وصفت العنوان؟ وقتها تكلمت ووصفت له البيت إلين وصلني. ما أعرف لو ما كان الشاب هذا موجود إيش كان مصيري. وصلني البيت وأنا خلاص منهارة، ارتميت بحضن أمي وصرت أبكي أبكي، ماني مستوعبة أي شيء صار. أبوي وأخوي كانوا مرعوبين وصاروا يسألون الشاب إيش صار، سويت لها شيء؟ قول تكلم. أمي صارت تبكي وتحضني وتسألني فين كنتي وإيش صار لي. طبعا ما أعرف إيش صار لي وقتها، أقسم بالله كأن أحد مسك لساني، ماني قادر أتكلم، بس كنت قاعدة أبكي. هدتني أمي وأخذتني للغرفة، صارت تقرأ علي وتحاول تهديني، واليومكم هذا ماني قادر أتخطى الموقف، للآن تجيني كوابيس، صوت العجوز نفسها يلاحقني ويرعبني. أكيد راح تسألون عن صاحبتي اللي كلمتني عشان أروح لها. بعد أسبوع من الموقف هذا اتصلت عليها وحكيتها اللي صار، لكن المرعب إنها جلست تضحك 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 بشكل هستيري، وفجأة صار صوتها نفس صوت العجوز اللي شفتها في البيت المسكون، صوتها والله صوتها. على طول قفلت الخط واخذت شريحتي وكسرتها نصين، وما عاد لي تواصل مع احد، لا صاحبتي ولا غيرها. صرت اخاف من كل الناس وما اعرف مين الحقيقيه ومين اللي بتكون العجوز هذه، ما اعرف كيف اتخطى هذه الاحداث. اتمنى اني اقدر انساها لكن انا مو قادره. انتهت القصه. الراي الشخصي، طبعا اكيد كثير منكم راح يشكك في مصداقيه القصه، لكني سالتها كثير عن تفاصيل معينه واجوبتها كانت جدا مقنعه، والبنت فعلا خايفه ومرعوبه ومتعقده من اللي صار لها، لكن الله يعينها ويقويها وإن شاء الله أنها تقدر تتخطى هذا كله. الغريب فيكم يا أهلها، كيف تخلون بنت لسه بالعمر هذا تروح لحالها كذا؟ يعني أكيد أن عندكم علم بالمنطقة، حتى لو ما كان عندكم علم بالمنطقة المفروض أنت يا أمها تروحين معاها توصلين البنت تشوفينها دخلت ما دخلت. بغض النظر أمها ما تبي تروح، البنت لسه صغيرة، مفروض يا أخوها يا أبوها ويجلسون يستنوها لين تخش البنت البيت، مو معقول. والله أنا أشوفه إهمال من ناحية الأهل صراحة. وانت يا إلاف يا عيني يا حبيبتي إن شاء الله بتتجاوزين هذا كله، أهم شي حافظي على أذكارك يا قلبي وردك اليومي، وإن شاء الله يا عيني تكبرين تضحكين على الموقف بدل ما تخافين منه. وبس هنا وصلنا نهاية فيديو اليوم، إذا عجبكم المقطع لا تنسون تضغطون على زر اللايك، تشتركون في القناة.